موليدي شوف في الوقت نتاعنا 40 سنه فاتت كان الراجل كيجي يدي مرته من المؤسسه اللي تخدم فيها القبله نتاعو ما تخطيش لازم يسلم عليها كي تحبط باش تروح تخدم وكي تركب باش يولوا للدار والله سي رشيد القبله هذيك ولا كنت في الدار نفس الشيء نفتح الباب اول شيء هي القبله دونك هذه الاشياء البسيطه اللي يجيب لهم ربي ما يعني حتى حاجة هاي القبلة هي الأساس هي اللي تخلي الزوجين يعيشوا دائما في لذة 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 فيها لذة القبلة نتاع الزوج ولا زوجته دونك نقولوا الخطبة نتاعك يا بنتي الخطبة اللي سألتيني أنا كي دوختيني تعلي مسو وقلت لك الأسنان نشفى اللي كاين ناس هضروا لي قالت كي ولات من الخطبة قالت له سنانها مسوسين راهي جاتها دي زونجين رابيتيسيون في المكان لها سي فغي دونك يمات ولادو يوجدها سي نورمال واش من راجل اللي يحب يعيش ولا يتزوج مع انسانه مريضه ما كانش ها وي لا بغا شكون لا الا بغا تفضل لو نتكلم لك على الناس اللي يبعثهم اما يشوهوا له الصوره اذا كان ما عجبتهمش واما يقول نعم يقول معليش داكور مطيع اش رايك انت في هذه الخطبه؟ هذه الطبايع؟ ماشي ملاح ماشي ملاح لا والخطبه تاعك عجبت تهضروا كما على باش كومون سا سباس جو بونس سي با كوم كوم افون نو سي بلو كوم افون قلت لك سكي سور سي كو تاع بكري ماشي ملاح باسكو علاه ما مش معتبرين باللي هذه مرا راه معتبرينها مانيش باغي سلعه 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 وغادي يدوها انا جو فوا مال بالك ما نجمتوش انتم تقولوها انا نقولها انتم قلتوا غير سنين سمعتني قبيله قال لك يفيريفو لها شعرها يا لطيف لا اي غوسو اي غوسو اي توشو اي توشو لا حول الله لا 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 من عظمة لا ما عندناش هذا يا حبيبي نو وكا حاشا لله اطاطا وما يعرفوش اي توشو شيانا معظمة ايه هذيك معظمة هي صحيحة هذيك يا حسره ما يعرفوش بدنا في العظم ما توشو ما مين توشو ما يعرفوش وانا سمحي لي غادي نعطيك مثال انا اللي ما يعرفوش اي توشو ما يعرفوش اي توشو تروح ومين يجي العيد الكبير مين يجي العيد الكبير شوف الاسواق تاع الماشية يبدو يا الخروف يديروا لها هكا يطاطيو يطاطيو لا يديروا لها هكا زعما يشوفوه لا مليح والله علاه قلت لك ما نبغيش الطبيعه تاع بكري باسكو المراه بقدرها يفو با لا بي سي لا 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 اكزاكت لا جاب يتنباع حاشا لله هذيك في السوق من يزيروا علاش علاش كاع الغاشي يزيروا كي تقول علاش يقول لك باش يشوفه لا معمر الحم ولا لا نو لي فري مو والا مين يزير تعرفي علاش هو ماشي باش يشوف لا معمره هو مين يشدها من الفوق يزير الا كان الخروف هذاك هود يعرفوا باللي ماشي ما فيش لحم بزاف الميوسكل تاعها هاي سي با الاخرى هشام هشام وسيده باهيه تلعبوا لنا ان رول راح تخطبوا له لراشد اه خطبوا له ما تحوزوا لنا الدار تاعك خطبوا شكون راحوا تخطبوا له لراشد راحوا تخطبوا له لراشد فوالا لا لا احترامي لزوجته قال لك سعيد مع ماهيش في الريجستر تاعي لا 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 تخطبوا له وليده معليش معليش تروحوا تخطبوا له لوليدك معليش معليش تروحوا تخطبوا له لوليدك باسكو سينو غادي تحوزيني لا 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 تاتا سمحي لي الادوار هذه لا خطبوا معليش الادوار لا هذه ما نلعبهاش تاتا نحبها لا لا صح نو 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 دوقاتيك تيجي دوقاتيك دوقاتيك تماتيك ودوكاتيك نروحوا لفقرة نوستالجيا هكا رشيد إذا المشاهدين نروحوا لفقرة نوستالجيا لكن بعد الجنجل وراه الحلوف بالحلوف حاب يخليني ياه يضرب في الكوتليت يماركي علي أنا اللي شتي حبة دكداكة الحم ناكلها أنا وراه هاتري اليوم نطلق الركبة نتاعها ولا اليوم إلا راك تحوس على مراد ما راهش هنا ما راهش هنا ها كنت على بالك ها جاتكم خابزه تظلوا تشويو في اللحم اش بيك يا راجل واش كاين واش كاين سامتو على راسي ها ايه والله غير ربحه تاسي سيدي شنو هاد البيض تاع الياهورت والبيض والكامومبير وكوتليت لانزاج وليموناد داري لي زرده هنا وهذيك الحيه المكربعه في كاغط وشن هي ما على باليش كيفاه الله يصفر وجهك ان شاء الله بورت مالور تحبي تخليني ياه
خليتنا لا فراك لا زوج. شكي وراح لي مصد باش نشريها. شكي وراح لي به بنك كردي عليا وانا توصلوا فيها البخصة. الشح الشح يخيرني نقبضك، وهذاك ابنك قاي ربي عارف واش ندير لو كي نقبضه. سلامت لي وليدي. ايه ويلا خلاصوا صحاب الحومة هذه، يروح الحومة واحدة اخرى. شني كان من كان من فيلم امرأة. نعم. واش تقولين على هذه التجربة؟ علاش على هذه التجربة، على هذا الفيلم اصلا مع العمل؟ شوفي قلت ما فيه الكفاية على هذا الفيلم يا بنتي، قلت ما فيه الكفاية. قلنا بزاف حاجات عليه، قلنا انه بعض المشاهد حقيقية مثل مشهد تاع الضرب، قلنا انه خدمناه في ظروف صعيبة 92 وين كانت الدعوة نايضة وكنا في مشاكل لا تعد ولا تحصى، ربي عالم بها. كنا نباتوا في الاستديو، كان معايا هشام. كان معاك هشام لعب. نعم. فيه دور خوف. ما نخرجوش حتى الخمسة تاع الصباح كوفغ فو. إيه. كنا عايشين هذا مسكين متكي على الاخر بالبرد والصرصار والجوع والعطش. كنا مجاهدين باش نرضي الجمهور بتحفه كما هذه اللي مازالت حيه ليومنا. كانت فيه من وراء تضحيات، ضحينا باغلى شيء عندنا، بعائلاتنا، بنفوسنا، بكل شيء. سيدة، هل في حياتك الخاصة تعرضتي لموقف كما هذا مباشرة؟ لا لا، حياتي الخاصة يعني مع زوجي. نعم الله يرحمه. والله كان ككل أزواج، كان عنده ساعات رائعة وساعات أرواح أنت وحكمه. أرواح أنت وحكمه. لازم أنا عرفت له السياسة. أنا إنسان نتعامل بالدبلوماسية بزاف. أنا عمري ما كيكون الإنسان غضبان نحط الند معه، نحط نفسي معه، مستحيل. خلي حتى يبرد. واحد النهار تعرف فكرتني في هذه سي محمد راشدي كيفاش اختارني انا زوجه من دون نساء الدنيا هذه. اي بورتون ويعرفوا كان الضحكه نتاعو. واش نقول لك؟ النوتر سامي الجزائري وكان رحي برك. وكان انسان حبوب وكان انسان متسامح. صح. وكان انسان بليزون باش تصيب راجل كيما هذاك. يا حسره يا حسره يا حسره. واحد النهار عرفت له انايا بلي سي تي نوم نيرفو، ما يحبش اللي تحبط من القيمه نتاعو، ما يحبش تقول له انت ما تعرفش هدية انا نعرفها خير منك، مستحيل. سنوزاغي في الساعة على ساعة ندوسو ما نهضروش باليومين ثلاث ايام، وانا تفوت ثلاث ايام نولي مريضة، نطيح في الفراش. ظالمني 100%. مثلا يجي من برا يجيني في حالة تاع باين كذا وكذا، غير ندير له ملاحظة ابو فقتيلي اي بان تي فا فواغ. انا ما نحملش ندوسو، ما نقدرش مولفات ونحب صوت ونحب السعلة ديالو، نحب كي نشوفو داخل كي نشوفو خارج. إلا كانت غششت معاه حياتي تولد ظلام ظلمة. دونك واحد النهار كل خطرة نسيب له حيلة باش ندنا ليه باش نرضيه باش نقول له راك